الحاجة ميرفت مونجي. اهلا وسهلا يا حاجة. اهلا بحضرتك. الناس مش عارفين برضو يعني المفاجأة عندهم ايه النهاردة. هو طبعا المفاجأة الحمد لله اكرمني ربنا بالحجاب. انا طبعا كنت ممثلة قبل كده واستعراضية واعلانات والحمد لله ربنا هداني والتزمت بالحجاب، واسعد ايام حياتي هم الاربع سنين دول. ايه الفرق بين الحجاب وبين قبل كده؟ طبعا راحة نفسية وطمأنينة والأمان ومش قلقانة من أي حاجة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. التزمت ازاي؟ في رسائل جات لي من ربنا سبحانه وتعالى، كنت اقعد اتعب طول النهار في البيت وانزل اروح المسرح واروح البس واستعراضات ومكياج وبهرجه وحاجات زي كده. فطبعا اروح البيت الاقي نفسي تعبانه، اروح المستشفى اروح الدكاتره يقولوا ما عندهاش اي حاجه. طب عندي ايه الحاله دي؟ لا، حالة نفسية، تعبت نفسيا فعلا. أتاري دي الحمد لله رسائل من ربنا لغاية رمضان اللي هو من أربع سنين اللي كنت لابسة الحجاب. قلت لا، كان عندي افتتاح رواية وبتاع مش عارف ايه، فما قلت مش هطلع على المسرح تاني، خلاص انتهى الأمر. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. بنات النهاردة يسمعوا الفن والفنانات والشهرة والفلوس والحاجات دي كلها. أيوه. تقولي للبنات دول إيه؟ أقول لهم كل دي خدعة وحالات مؤقتة، مش هي دي المتعة الحقيقية. المتعة الحقيقية في الطاعة بتاعة ربنا والحجاب والالتزام، لأن ده اللي هناخده معانا في الآخرة وده اللي هنقابله عند ربنا، لأن دي أوامر ربنا وطاعة ربنا وطاعة الرسول. هنقابل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي وإحنا لابسين إيه؟ متبرجين؟ يلا نلحق نفسينا بالصلاة ونعوض الصلوات ونعوض الصيام والحسنات والأعمال الصالحة. متعة تانية خالص، أحلى متعة في الدنيا. ده مثل يا بنات يا ريت نتعلم منه. شايفين ثابت الفن، ثابت الاستعراض، ثابت كل ده وراحت لطريق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يثبتك. أبشري يا حاجة ميرفت، من ترك شيئا حرمه الله أبدله الله خيرا منه فيما أحله الله.